اهلا 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 بحضراتكم. اولا، هل سمعتم عن مبادره درع التسامح صعيد بلا ثأر؟ طب هقول لك، عارف ان احنا ضفتنا في هذه الحلقه في هذه الفقره تحديدا يعني الاستاذه صفاء عصران، اول قاضيه عرفيه في الصعيد ومن جنة. اهلا اهلا اهلا، منورانا. اهلا بحضرتك الاعلامي الكبير والاعلامي المتميز استاذ يوسف. ربنا يحفظك يا رب، ربنا يخليك. استاذه صفاء، اول حاجه هسال، ايه حكايه درع التسامح صعيد بلا ثأر؟ اللهم امين طبعا. ان شاء الله. دي مبادره اسمها درع التسامح صعيد بلا ثأر، انطلقت طبعا وبداتها من محافظه قنا، كانت عام 2013. المبادره هدفها حقن الدماء ونشر التسامح والسلم بين العائلات في الصعيد، طبعا بعد انتشار القتل والسلاح بسبب القبليه والثأر وقتل الشباب. حضرتك ده موروث من الموروثات السيئه في الصعيد، اللي هو متوارث من اجداد الاجداد. صحيح. خرجت بفكرة درع للتسامح صعيد بلا ثأر. الدرع هو بيتوج الكفن، الكفن اللي الصعيدي بيدخل بيه للطرف الآخر في حالة القتل، بيتوج ويجمل الكفن. في بعض الخصومات السائرية في الصعيد بيكون في تساوي في الدم، يعني في خصومات وصل عدد القتلى فيها ل 15 و 15 10 و 10، ففي حالة تساوي في الدم العرفي بيقول ما فيش كفن. فخرجت في فكرة ان انا اعمل شيء بديل للكفن، يكون مدعوم من الدولة او من الحكومة. فشفت ان الصعيدي من كتر دخولي في قضايا الثأر والدم، الصعيدي بيدور على الشيء المعنوي، ممكن بيرفض 3 مليون لكن بيدور على الشيء المعنوي. قلت طب ما الكفن قطعة قماش لكن ليها مردود معنوي كبير واعتذار كبير، ليها معنى انه انا داخل بقول لك اعفي عني لوجه الله، فانا قدمت لك حياتي، قدمت لك رغبتي. فقلت اخرج بفكره اسمها درع التسامح صعيد بلا ثأر. خرجت بالفكره، هي كانت بديله للكفن في الخصومات اللي فيها تساوي في الدم وفي الثأر. الفكره انتشرت بطريقه كبيره في كل محافظات مصر، وحاليا يعني المبادره ناجحه جدا في الصعيد. وكمان المبادرة مش عبارة عن درع ورحلة عمرة، أحيانا في بعض الخصومات تم تقديم رحلة عمرة كانت متوجة من دكتور علي جمعة مفتي الديار الأسبق ومؤسسة مصر الخير. فالمبادرة كمان ما اقتصرتش على الدرع فقط، لا ده أنا محكمة في قضايا الثأر والدم، وما اقتصرتش على قنا فقط، لفيت كل محافظات مصر. يمكن انا قطعت رحلتي في اسوان وجيت على القاهره طبعا لاستضافه معاليك المبادره علشان تنورينا. ربنا يعز معاليك يا رب. الله يخليك يا استاذ صفاء. طيب تعملي مبادره زي كده وتبداي تحكمي وتتكلمي مع عائلات بينهم وبين بعض طار قديم ودم زي ما كنت بتقولي، حجم القبول قد ايه لفكره انه المحكمه تبقى سيده او فتاه صعيديه؟ ما سيده بس ب 100 راجل. ده لا، ليه ب 100 راجل؟ هو انا ضد حتى فكره القياس بانها تبقى ب 100 راجل، هي سيده سيده 100 فل كمان. لكن شوفي، انا عارف كويس جدا الست في الصعيد في صوره ذهنيه غلط بتطلع في الافلام، ست في الصعيد دي يعني حاجه كبيره قوي 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 وليها قيمه كبيره قوي جوه كل عيله وبالذات الكبيره اللي بتبقى موجوده في العيله. بس المساله، هل الناس متقبله انه يشوفوا فتاة من اهاليهم هي اللي بتحكم وكلامها ماشي؟ هو ربنا اللي وضع القبول مش الناس اللي هي بتتجبل او لا. انا لقيت نفسي في الموضوع ده، يعني مش عاوز اقول لحضرتك عن طريق الصدفة، انا بحضر كان عندي الشغف الكبير ان انا احضر صلح طار في 2013 في محافظة جنة مركز دشنة. كان شغف كبير ان انا احضر واشوف ايه الكفن وايه الاجواء بتاعه الصلح والطار، ورحت حضرت. فالناس بيجي تقول لي ازاي بنت وتحضري؟ وكمان يعني محافظه جنة من المراكز المتشدده من الصعيد الجواني طبعا، فرحت حضرت. الكلام ده كان في 2013. كل الناس اللي حاضره كرجال استغربوا ازاي بنت وحاضره في صلح، فالناس كانت في استغراب شديد من بعد اللحظة دي. وحصلت كانت خصومة
ما بين عيلتين كان ساعدني فيها اللواء مجدي القاضي، كان مدير أمن قنا الأسبق، وهو يعني الأب الروحي للمبادرة والأب الروحي ليا. وكان وقتها العميد هشام الحويحي كان نائب مأمور طبعا فرشوط، قسم فرشوط محافظة قنا، فساعدوني كتير في إنهاء الخصومة دي. ومن بعدها يعني كانت كمان الانطلاقة كانت بقوة. إيه اللي ممكن يعطل تصالح ما بين عيلتين؟ الفتنة، الفتنة ممكن تعطل أي تصالح. ممكن بعد رجال الصلح ما بنكتب المحاضر ما بين العائلتين، محاضر العرفية، ورايحين مركز الشرطة عشان نخلص. بمجرد ما الناس بتسمع بيحصل فتنة، في ناس بيبقى ليها هدف وأغراض إن العيلتين دول يقعوا في بعض. إحنا طبعا بلد قبائل وبلد عائلات، لكن مفيش أحيانا حد عاوز يبقى العيلة دي أحسن من عيلتي، فأعمل إيه؟ أوجههم في الدم بحيث يخلصوا على بعض. برضو حتة القبلية بتستخدمها الشباب اللي هي النشأة اللي طالعة جديد تحت مسمى عرب أشراف هوارة. طب ما إحنا كلنا واحد، الصعيد كلنا يعني عيلة واحدة، فبنستخدم القبلية بحيث نحرض الشباب على القتل وعلى الدم. انت من قبيلة فلان فما ينفعش تسيب طارك. ممكن العدد بيصل لعشرة، وعشرة بسبب جزئية القبلية، ان انا من قبيلة فلان فلا ده بنا بدعمك بكذا وبدعمك بسلاح، فده هو اللي بيؤدي الى سلسال الدم. وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طبعا في شباب ما عندهاش وعي، او اطفال زي ما بنقولوا لسه في سن، يعني بيكون في تانية اعدادي او في تالتة اعدادي، يعمل صفحة على الفيسبوك يكتب كل اسرار العائلتين، ايه اللي تم، ايه اللي حصل، فبيكون متخفي، فده اللي بيؤدي الى سلسال الدم. برضو في التواصل الاجتماعي مثلا مجزرة بين عائلة كذا وكذا، وهو بيكون واحد وواحد بس متوفين، ولكن بيقول مجزرة بين عائلة كذا وعائلة كذا. فده اللي بيخلينا بنوصل لسلسلة الدم. أنا لو عاوز أصطلح، لا أنا مش هصطلح، ده أنت فضحتني على العام. مرة زمان كنت قاعد مع حد من بلدنا فسألته على الطار، كان راجل كبير عجوز، قلت له يعني ما تعبتش من الطار؟ قال لي الطار وحش بس ضروري. أنا الكلمة خوفتني، ضروري ليه؟ قلت له طب ايه اللي يخليه ضروري؟ قال لي امال هنعيش ازاي؟ في احساس بانه لو ما خدتش الطار يبقى انا كرامتي اتهزت. حضرتك كده صعيدي. الكرامه اتهزت. هل لسه المفهوم ده قائم؟ واذا قائم بتعرفي تخلخلي المفهوم ده ازاي؟ المفهوم ده بالفعل هو قائم، اللي هو خلاص بقت عادة موروثة ان احنا في طار لازم اخد الطار. طب اخد الطار من مين؟ ما هو القاتل في الحبس، اللي هياخد اعدام، اللي هياخد مؤبد، ما هو في الحبس. هاخد الطار من ابن عمه، طب ابن عمه ملوش ذنب، ما عملش حاجة. لو القاتل برا ممكن نتكلم شوية مع بعض، بس هو القاتل في الحبس. يعني احنا بلد قانون، ما احناش في قانون غابة ان هو يروح يخلص على ابن عمه اللي هو ملوش ذنب. ايه ذنب ابن عمه؟ حاليا ممكن واحد يكون قاتل وهارب، يعني مش داخل الحبس، هارب من القانون، وبنروح ندور على ابن عمه. طب ايه ذنب؟ انا عاوز اسال بس سؤال، ايه ذنب ابن عمه؟ لا هو لا شاف مشكله ولا ليه ذنب بالمشكله، وممكن يكون متخاصمين اصلا بقالهم سنتين وثلاث سنوات بسبب بسبب الميراث، ليه نروح ناخد الطار منه؟ ممكن يبقى أصلا ضد إنه حد يقتل، يعني ضد فكرة القتل. هو أصلا ما تدخلش في المشكلة وملوش أي صلة بالمشكلة، وبرضه بيتقتل بذنب ابن عمه. فده هو الموروث اللي بغير الفكر بيه بالمبادرة، بنغير الفكر. أنت طارك عند فلان، طب فلان حاليا أمام القانون أو أمام المحكمة، أنت هتاخد طارك من مين؟ فإحنا بنحاول نتلاشى الجزئية دي بحيث يتم تصالح مع عائلة الشخص، مش الشخص نفسه. الشخص نفسه هو بيكون أمام القضاء زي ما إعدام، مؤبد، أيا كان الحكم، لكن الصلح بيكون مع عائلة القاتل، عائلة اللي هو ملهاش ذنب، بحيث نفديها أو نفدي أرواحها. مش أنا بس، ده كل رجال المصالحات اللي أنا جزء صغير يعني من مجموعة كبيرة. الصعيد
مش برضو زي الناس متخيلة، يعني برضو في صور ذهنية مغلوطة كتير عن الصعيد، لكن واضح كمان أن الصعيد مستمر في تطوره أبعد حتى من الصورة الحقيقية اللي ممكن تبقى بتظهر من وقت للتاني، بدليل أن أنا عندي قاضية عرفية فتاة سيدة مصرية فاضلة زي الأستاذة صفاء، ونسب التعليم بتزيد، والشبان الصغيرين متعلمين. إيه اللي في مخه يخليه متمسك؟ ده أنت اتعلمت وشفت وعرفت وعارف يعني إيه دولة ويعني إيه قانون ويعني حق وحلال وحرام وحرمانية الدم، ليه متمسك حاجة واحدة بس؟ وأنا من هنا بطالب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيها. يمكن أنا متعايشة وعايشة في القصة، يمكن أنا كل يوم على فكرة في محافظة من المحافظات، يعني أنا هخلص من هنا هروح على محافظة المنيا قصة طار، من المنيا رايحة لوكسور. فالسبب المعايرات، هو بيكون عاوز يصطلح، هو بيكون في نيته الصلح مع أبناء عم القاتل، لكن مش عاوز يصطلح مع القاتل اللي هو أمام المحكمة. اللي بيخليه يقتل شيء واحد بس، بيخلي أي صعيد يقتل، المعايرات من شخص يقال أخوك راح وانت فكريا ما جبتش حق. روح خد بطار، بمجرد مشكلة صغيرة روح خد بطار أخوك. أنا هاخد بطار أخويا بس لو القانون ما خدليش حقي. طب في حالة إن القاتل أمام المحكمة هاخد طاري من مين؟ قصة المعايرات، أنا من هنا طبعا بطالب الدولة المصرية وبطالب الأب الروحي ليا شخصيا ولكل شباب مصر رئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا في الصعيد يتوضع قانون قوي جدا، إن قصة المعايرات في الطار هي سبب سلسلة دم بالفعل. يعني ده مش كلام إعلام ولا كلام شعارات أنا بقوله، لا ده أنا متعايشة مع الناس دي يوميا. قصة المعايرات، لو واحد عاير واحد في طار يعني ده اللي يستاهل ان هو ينعدم. والله ده انت تفرحي. اشتركتي في كام صلح وكم او يعني نسبه قد ايه نجحت؟ هو انا ما اشتركتش في كام صلح، هو يعني مصالحات كتير انا بعملها بمفردي كقضيه عرفيه، لكن في كل المصالحات اللي بتتم بدعمها بدرع التسامح، واحيانا رحلة عمرة بتكون يعني قريب كنت في محافظة الأقصر، وصلت أحضر صلح طار كان بين عيلتين، فيمكن الصلح الوحيد اللي أنا وصلته متأخر جدا، وكانت الدعوة من طبعا من السيد اللواء مدير أمن الأقصر اللواء خالد عبد العظيم، اللواء خالد عبد الحميد. فحضرت الصلح متأخر، كانوا خلاص بينهوا في المراسم نفسها، فطلبت من أخو الضحية، من أخو المتوفي، قلت له أنا عاوز أسلم على أبوك على الحاج. قال لي ده هو يعني ما قدرش يكمل الصلح وروح، لأنه رجل كبير كان مسن حوالي 95 سنة أو 100 سنة وعنده سرطان في الحنجرة. فلقيته نايم على كنبة، فبقول له صحي هو لي. قال لي شاف منظر الصلح ومش قادر، يعني كان بيبكي. فصحيت أنا الراجل الكبير، لأن المبادرة هدفها حقن الدم وجبر الخواطر طبعا. فصحيته بقول له إن شاء الله قريب أنا وإنت يعني هنخرج عمرة، وابنك ربنا يرحمه وربنا يجزيك خير، وإنت يعني غلقت باب دم ولي لك انت كان هيبقى سلسال دم في القرية. فلقيته بيبكي وترمى على كتفي، فده من أصعب المشاهد اللي هي يعني عالقة في ذهني، ومن أصعب المشاهد يمكن اللي بكت كل الناس اللي كانت موجودة بالفعل. فبقول له قريب أنا وانت هنطلع عمرة، ما تبكيش، وهنعمل له هو عمرة. أنا بقول الكلمة دي ومش عارفة العمرة هتيجي ازاي ولا من فين. ففضل يبكي لأنه دي كانت أمنيته. مشيت من عند الراجل ده وكلمت طبعا دكتور علي جمعة مفتي الديار الأسبق ورئيس مؤسسة مصر الخير، سيادته دعمها من خلال المؤسسة، وبالفعل كان في رحلة عمرة الرجل الطيب ده. ما فيش أسبوع بتصل بابنه بقول له في مفاجأة كبيرة لوالدك. هي دي الصورة. بقول له في مفاجأة كبيرة لوالدك وانا جايه له بمفاجأة. قال لي تعيش انت، توفى بعد لا أسبوع. لا إله إلا الله، الله يرحمه. فقال لي تقدر تجي يوم الأربعين. رحت يوم الأربعين، كان في تجمع كبير، وكان كده في بانر بصورتي مع الحج ورحلة العمرة، وأهديناه بالفعل ابنه
هيخرجها لاخوه اللي يعني توفي في الحار وللحج. ده من اعظم الرجال طبعا في محافظه الاقصر. ومن هنا بشكر عائله غالب في محافظه الاقصر من الناس المحترمه، وخصوصا يعني اخوات المجني عليه الاثنين امناء شرطه، فهم رجال الامن، فهم حقنوا دم. بتعملي دور مبهر بصراحه، يعني انا قاعد عمال بسمعك وقاعد عمال بفكر في كم التعب اللي انت بتتكبديه علشان ده. وده يجي سؤال، وايه اللي يخليكي تعملي كل ده؟ يعني حد غيرك هيفكر تفكير مختلف، هيفكر في الشغل ويفكر في بيت ويعني يفكر في 5000 حاجه تانية. انا ما بفكرش في حاجه في حياتي غير المبادره، حياتي كلها فرغتها للمبادره، حاجه بدات فيها وتعبت فيها ونجحت مع الناس وليها قبول في الشارع ومع الناس، فانا فرغت حياتي تطوع للمبادره. الاسره والعيله رايهم ايه لما يلاقوكي قاعده واخده خط الصعيد رايح جاي جاي؟ هو مش الصعيد فقط على فكره، انا بسافر الشرقيه الغربيه الماج، رحت الفيوم من فتره، فبسافر كل المحافظات. يمكن على فكرة أنا مش قضايا طار بس، أنا في قضايا يمكن المشاهدين ما يعرفوش بيها. في قضايا شباب بتبتز بنات اللي هي في سن صغير في سن الإعدادي، طبعا يعني في مختلف المحافظات. القصص دي بنحلها في سرية تامة، لأن طبعاً ما ينفعش إن هي تظهر. الطار ده كده كده معروف بين القبائل والعائلات، ويعني بيبقى في مباهاة للأسف. يعني في أسباب، أما ده قصة خاصة ببنات طبعا ما ينفعش تظهر للعامة، وخصوصا هي مش عاوزة أهلها يسمعوا، لأن ممكن يعني في أيا كانت المحافظة، مش ممكن في وجه بحري وتتقتل في حاجة زي كده، أو سمعتها تتدمر. فبنحل كأن أنا راح أحل طار، بس ما حدش يعرف إن ده قصة فيها بنت. العيلة ما قالولكيش يعني مش كده يا صفاء؟ يعني كده أنت تعبى نفسك أكتر مما ينبغي؟ أهلي بيساعدوني. يمكن انا كنت في اسوان، كانت اختي زهراء اسران كانت معايا في ما شاء في الله في الصلح مرافقاني خطوه بخطوه. نسبه قد ايه بيتصالحوا؟ والله بنسبه كبيره. يمكن انا كنت قريب مع اثنين من العمد، العمده علي جعود والعمده الاستاذ احمد المحرزي، دول يعني من رجال المصالحات، الناس المحترمه والمتميزه. والعمده عبد الباسط الحداد قالوا انه المبادره كدرع للتسامح او كرحله عمره سهلت على رجال المصالحات عمليه التصالح، لان في الاول ما كانش في اقدام معاهم في الجلسات العرفيه على التصالح، فهو سهل على رجال المصالحات عمليه التصالح، لان الدرع بيحمل اسم وزير الشباب والرياضه الاستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير التنمية المحلية الدكتور علي جمعة مفتي الديار الأسبق، مؤسسة مصر خير. وقريب كمان كان الدكتور نيفين القباش كانت بتدعم المبادرة وبتكرمها معاليها. حلو. طيب آخر حاجة هسألك عليها، مسألة قضايا الابتزاز دي، هي الحكاية دي زادت شوية؟ القضايا دي بالفعل زادت، لأن مفيش توعية للبنات في السن الصغير، يكون مفيش توعية من الأسرة. مفترض يكون في توعية من خلال المدارس. أنا من هنا طبعا بطالب معالي وزير التربية والتعليم يكون يعني ده يتدرس في المدارس، الابتزاز للبنات وخصوصا في التعليم الفني في المرحلة دي. في المرحلة دي طب بتتعاملي إزاي مع الشاب اللي بيبتز البنت دي؟ يعني بتقعدي معاه وبتشوفيه ولا لا؟ بحاول اعرف الشاب ده من فين، بحاول اوصل له عن طريق اي حد معرفه ليا في المحافظه اللي هو موجود فيها، بنحاول نجيبه بالطريقه دي، ايا كان هو في مدرسه في كليه في جامعه. يعني قريب كان في شاب في جامعه معينه، اتواصلنا مع عميد الكليه ومن خلاله خلصنا الموضوع بدون ما اي حد يشعر بالقصه، وشال كل الصور والموضوع انتهى. نصيحة تقدميها للبنات؟ نصيحة بقدمها للبنات ويعني بالبلدي كده على الشاشة، ما تحطيش راس أهلك في الأرض بسبب يعني عيل صغير ما يفقهش أي شيء بيطلب منك تبعتيله صورة بهدف خطوبة مثلا،
وبعدين بعد ما بتبعتي له الصوره او رقم اهلك، ده طبعا بيحصل كتير، بعدها بيطلب انه هي تفتح الكاميرا. يعني بتختلف الطلبات من طلب لاخر، فمن هنا بيبدا ان هو يبتزها، فهي بتبدا تخاف. يعني هي بتخاف ان هي صوره محجبه وخايفه منها، فبتعمل حاجه اكبر من كده. فياريت طبعا ده خطا كبير جدا، لاني مش اي واحده مثلا، في واحد ما تعرفوش على الفيسبوك تبدا ان هي تتواصل معاه، لان الشخص ده انت ما عرفهوش، ده عالم افتراضي الفيسبوك. صح. فده طبعا خطا كبير جدا، وخصوصا لو اي بنت كمان بتشاهدنا ومعاها نفس المشكله تتواصل بيا من خلال صفحتي الشخصيه. طيب الصفحة الشخصية اسمها صفاء عصران، صح كده ولا ليها حاجة بنكملها أو جملة؟ لا، صفاء عصران. صفاء عصران، يعني تواصلوا يعني بإذن الله عشان نقدر نلاقي حلول. أنا مش عارف أشكرك إزاي، ويعني حاجة تشرف وتفرح وتدعو للفخر بجد يعني، وعلي نورتينا النهاردة جدا 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 جدا، وشرفتينا كمان. اسمح لي كمان أرجوكي. في النهاية يعني أنا من هنا طبعا بهدي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأب الغالي علي جدا، يمكن من كتر محبتي للرئيس دايما بسمع فيديوهاته كدعم للمرأة وللشباب، ويمكن ده مصبرني على عراقيل كتير أنا بشوفها من خلال المبادرة، ويعني أكيد أي إنسان بتقابله عراقيل. فمن هنا أنا بهدي درع للتسامح صعيد بلا صقر، وأتمنى أن يكون بالفعل صعيد بلا صقر. طب أنا كنت هختم، بس أنا عندي سؤال، يبدو بتحبي ليه؟ بحبه لأنه داعم للمرأة وللشباب، بنشوف فيه أنه هو أب لكل الشباب. يمكن هو اللي محفزني على فكرة كتير جدا، في عراقيل كتير بتقابلني في المبادرة، ومش عايزة أقول يعني أنا على فكرة أنا من هنا بشكر كمان السيد محافظ أسوان ومحافظ المنيا، على عكس في محافظات كتير. يمكن كان في كتاب دوري من معالي وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، في محافظين تعاملت مع الكتاب بحذافير ودعمت المبادرة بقوة. ومن هنا كمان بطالب الدعم من معالي محافظ قنا، المعقل اللي اتولدت منه المبادرة، وهي صعيد بلا صقر. فأنا بتمنى زي ما دعمت في أسوان، ودعمت في المنيا، ودعمت في سوهاج، ودعمت في الغربية، ودعمت في كل المحافظات، أتمنى زي ما دعمني الأمن في قنا ودعمني رجال الأمن وبيعتبروني بنتي ليهم، يمكن أنا مسميني بنت الأمن، أتمنى الدعم من السيد اللواء أشرف داوودي محافظ قنا. يعني قدها وقدود بإذن الله، وتستحقي كل الدعم من أي حد. وأشكرك مرة تانية بجد أستاذة صفاء، نورتينا وشرفتينا وفرحتينا ووريتينا نموذج رائع مشرف لبنات الصعيد، والله العظيم حقيقي نورتينا. شايفين فتيات وسيدات الصعيد، عشان بس تفهم والله تعالى التربع اللي شفتوه زمان في السينما وفي الدراما أي كلام. الصعيد حاجة تانية، الصعيد كبير، وكبير بكل اللي فيه، رجالته وستاته، وستاته مش بميت راجل، ستاته بميت صقر في السماء. صفاء عصران قاضيتنا العرفية، أول قاضية عرفية في الصعيد. خلصت الفقرة، استنونا بعد الفاصل لأنه عندنا فرقة بقى لطيفة جدا، اسمها إيه؟ اسمها حور عين، ننشد أناشيد ديني، أول فرقة إنشاد ديني من البنات وبس. فاصل ونبدأ.